ومن القواعد أيضا عند حلول النزاع يفزع إلى فصل السنة، عند حلول النزاع يفزع إلى فصل السنة، فإذا المتابعة هي التي تفصل بيننا الأمر الذي تنازعنا فيه. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المتابعة، المتابعة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نص على هذه القاعدة الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى.